احتج عدد من المواطنين في مركز الوقف بمحافظة قنا على معاملة أحد الضباط لربة منزل خلال حملة أمنية وتجمهر الأهالي أمام محكمة الوقف الجزئية مطالبين بمحاسبة الضابط اللي قالوا أنه اقتحم منازل المواطنين وضرب سيدة خلال البحث عن موتوسيكل. حصلت اشتباكات مما أدى إلى إصابة الضابط بكدمات ما دفعوا إلى إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء وتجمهر الأهالي وحاولوا احتجاز القوة والضابط بعد إطلاق النار واتجهوا جميعا إلى المحكمة للمطالبة بمحاسبة الضابط الذي أهان حرمة البيوت وروع أمن المواطنين. ومصدر أمني قال في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة أن مدير أمن قنا أمر بالتحقيق في الواقعة والاستماع لأقوال جميع الأطراف. يعني أنا الحقيقة مش عارفة يا تامر، طب هو دلوقتي بيبحث عن موتوسيكل بيضرب الست ليه؟ وهل هو معاه تصريح عشان يدخل البيوت ويدور على الموتوسيكل ده؟ هو وزارة الداخلية قالت المصدر عندنا إن هم بيحققوا في الموضوع وأكيد هيطلعوا بنتيجة من التحقيق، ونعيدكم ان هو يبقى معانا بكره او بعده. اكيد لازم حد من الداخليه يتصل بينا علشان نشوف ايه الحل عشان ما نظلمش اي من الطرفين. بالظبط، يفسر الواقعه دي. نروح